رد على هذه الكلمة الطيبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وتعالى وبه أستعين، وأشهد أن الله الذي لا إله إلا هو ولي الصالحين، إله الأولين والآخرين، يقول الحق وهو يهدي السبيل. وبعد، فإن هذه الكلمات التي نسجتها في هذه الورقات بين يدي سميتها وكنيتها ولقبتها بعنوان هو أصل الاحتياط وأثره في حماية الشريعة والأخلاق طبعا عليه في المذهب المالكي. يستمد هذا اللقب وهذا العنوان وهذا الاسم نسبه ومشروعيته من حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري ربما نحفظه جميعا، هو قوله صلى الله عليه وسلم أو منه قوله صلى الله عليه وسلم: ومن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه. الاستبراء للدين حماية للشريعة، والاستبراء للعرض حماية للأخلاق. وحيث إن أستاذنا الكبير عبد الناصر أقصو في حصة الماضية قد تناول جانبا وقصة كبيرة ما يتعلق بهذا الموضوع، فإنني سأقفز على كثير مما يتعلق به ما ذكره، لكن أحب فقط أن ننبه إلى قضية تتعلق به مفهوم الاحتياط داخل المذهب. ليس المراد بالاحتياط الذي يتحدث عنه هنا ما يتبادر إلى الذهن مما قد يصدر من أي مكلف كيفما كان. أتحدث هنا عن الاحتياط في مقام الفتوى ومقام الترجيح، أي ذلك الأصل الذي لا يصدر ولا يقدر عليه إلا الفقيه المجتهد المتبصر. هذا سيظهر من خلال هذا المفهوم الذي سأذكره عن الاحتياط. فهناك دراسات متعددة وأبحاث وطرح جامعية حول هذا الموضوع، حول أصل الاحتياط في المذهب، لكن دعونا نناقش هذا التعريف أو هذا المفهوم. أصل الاحتياط هو الاحتراز بالزاي الاحتراز عن الوقوع في منهي عنه أو ترك مأمور به عند قوة الاشتباه. من خلال هذا التعريف يظهر لنا مجال اشتغال هذا الأصل، أصل الاحتياط، وهو عند قوة الاشتباه وليس مجرد احتمال. طيب، غير المؤهل للنظر في الأحكام الشرعية لا يسمى أو لا يوصف ولا يطلق عليه أنه اشتبه عليه الأمر، لأنه أصلا ليس أهلا للنظر وليس أهلا للإفتاء وليس أهلا لإصدار الأحكام. إن الذي يتناول هذا الاحتياط هو ذلك المفتي المنضبط للأصول، المتحكم في مناطات الدليل، القادر على تنزيل الأحكام، والمستشرف لمآلات الأحكام. هذا هو الذي نقصد بالاحتياط هنا وليس ما يتبادر إلى الدين. ويظهر كذلك من خلال التعريف أن مجال تطبيق الاحتياط هو الفقه كله وليس مجالا معينا دون مجال. فقولنا في التعريف الاحتراز عن الوقوع في منهي عنه يشمل قسمي النهي: المنهي عنه على سبيل الحتم والإلزام فيشمل الحرام والمكروه، وقولنا الاحتراز عن ترك مأمور به يشمل كذلك طرفي المأمور به: الواجبات والمندوبات. فمعنى هذا أن هذا الأصل يدخل في الفقه المالكي في جميع المجالات، سواء كانت العبادات أو المعاملات وكل ما يتبادر إلى الدين فيما يتعلق بالمجالات التي يدخل فيها الفقه، التي تدخل في الفقه. أنتقل مباشرة إلى بعض الضوابط، ولكن لا أريد أن أذكر ما ذكره أستاذنا، ولكن أحب أن أعرج على ضابط مهم. من الضوابط التي جرت العادة أن يذكروها أو أن يذكرها الدارسون والباحثون لهذا الأصل: عدم إلحاق مشقة غير مطاقة بالمكلف. يقول الإمام الباجي وهو من أركان هذا المذهب، ذكر الإمام الباجي من المالكية قصة لعمر رضي الله عنه أنه كان في سفر
فاحترم ولم يكن معهم إلا قليل ماء، فقال له عمرو بن العاص: أصبحت ومنعنا منعنا ثيابا، فدع ثوبك يغسل. فقال له عمر: وعجبا لك يا عمرو، إن كان لك ثياب أفكل الناس تجد ثيابا؟ والله لو فعلتها لكانت سنة، بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى. فقد امتنع، كما يقول الإمام الباجي معلقا على هذه الرواية، فقد امتنع عمر رضي الله عنه. وقد سمعنا في الحصص الماضية أن مذهب الإمام مالك يتأسس وينتسب إلى الإمام وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب. يقول الإمام الباجي: فقد امتنع عمر رضي الله عنه عن الأخذ بالاحتياط لما يترتب عليه من الحرج والمشقة لكونه محل القدوة لهم. إذا من الضوابط المهمة التي تعكس مقصدية وغائية وعلية هذا الأصل أنه يراعي تحصيل المصالح وتجنيب يعني تجنيب المكلفين الوقوع في المشقة. أنتقل مباشرة إلى المحور الثاني يعني نظرا لضيق الوقت، أثر الاحتياط في حماية الشريعة والأخلاق. نكمل هناك بقية. أقول إن الناظر في طبيعة الاحتياط في المذهب المالكي سيقف على حقيقة ثابتة، وهي أن الاحتياط هو صمام أمان لحماية التشريع من التهور والانفلات. ولذلك سأذكر فقط بعضا مما يدل على ذلك. إن أهمية الاحتياط التشريعي لا تخفى على من اطلع على مقاصد الشريعة الكبرى التي جاءت بها في أحكامها، ويكفي لإدراك هذه الأهمية أن نستحضر متعلق الاحتياط وهو المشتبه من الأدلة والأحكام، وهو أمر جاء مصرحا به في حديث شريف، وهو قول صلى الله عليه وسلم: إن الحرمين وإن الحرمين، كما ذكرت سابقا. فهذا النص يعطينا متعلق الاحتياط هو الأمور المشتبهة التي ليس لكل أحد الحق في الخوض فيها ما لم يملك أدوات النظر التي تجعله يحقق مراد الشارع من الحكم الشرعي دون اتباع الهوى. كما بين النص مقصد الاحتياط هو الاستبراء للدين وحماية الأعراض. يقول الباجي: أنا فقط أحب أن أذكر الفقهاء المالكيين وقد ذكرت منهم كثيرا جدا. يقول: لا خلاف بين المسلمين أنه يجب على الإنسان أن يفعل ما هو إبراء لدينه. ويجلي ابن العربي المعافري العلم الكبير هذه النقطة قائلا: إن للشريعة طرفين، أحدهما طرف التخفيف في التكليف، والآخر طرف الاحتياط في العبادات. فمن احتاط استوفى الكل، ومن خفف أخذ بالبعض. فحسب ابن العربي أقول: فإن الاحتياط هو حماية للشريعة من أن يلصق فيها ما ليس منها ادعاء أو اتباع للهوى. ومما يدل كذلك على حماية الاحتياط للشريعة ما ذكره الشاطبي من أن الصحابة عملوا على الاحتياط للدين لما فقهوا وفهموا هذا الأصل من الشريعة، وكانوا أئمة يقتدى بهم، فكانوا يتركون أشياء كثيرة فقط من باب الاحتياط. بقي دقيقتان، لا أدري ماذا يمكنني أن أقول فيهما. أنتقل مباشرة إلى المطلب الثاني والأخير، والمتعلق بأثر الاحتياط في حفظ وصيانة الأخلاق. يعني حرصي على أن أذكر كل شيء ربما يفقدني كثيرا من الوقت. أشرت بما يسمح به الوقت إلى بعض المظاهر تبرز حماية الاحتياط للشريعة الإسلامية، ونرم في هذا المطلب الأخير أن نعرج فقط على بعض ما يدل على أن الاحتياط للدين يحمي كذلك الأخلاق والقيم قيم المجتمع. وذلك سأنتقل مباشرة إلى ذكر نموذج تشريعي يتعلق بالعبادات يعلق عليه الفقهاء بأن السبب الرئيس الذي من أجله أخذ به المالكية هو حماية الأخلاق والقيم والحفاظ على المحبة والألفة بين الناس. المسألة تتعلق بقضية تكرار صلاة الجماعة في يعني في المسجد الذي له إمام راتب. لكن أترك ذلك، أنتقل مباشرة إلى الخلاصة. أقول إن أصل الاحتياط في المذهب المالكي كما يظهر من خلال تطبيقاتهم الفقهية قد أثر في الفقه كله على مستوى التقعيد بشقيه، التقعيد الأصولي والتقعيد الفقهي، وعلى مستوى الاجتهاد العملي الفروعي. فهناك كثير من القواعد الأصولية بنيت على أساس الاحتياط، وقواعد فقهية بنيت على أساس الاحتياط، إضافة إلى مجموعة من المسائل الفقهية في مجال العبادات والمعاملات وغيرها. وأريد أن أختم بقضية، وهو أن هذا الأصل هو أصل الاحتياط ما أحوجنا إلى إحيائه وتتبع قضاياه ليكون ثقافة سارية لدى الباحثين، سيما في زمن قد انفلتت فيه عرى الفتوى وتصيبت
أصبح كثير من الناس يتعالون ويعني ينخرطون فيها بدون ضابط. فالاحتياط هو القرآن نفسه. فإذا كان القرآن يدعونا إلى العلم، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، فهو بقدر ما يدعونا إلى العلم بقدر ما يحذرنا كذلك من القول على الله بغير علم. وجعل الله من الكبائر القول على الله بغير علم. فقال قل وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، يعني في سياق الحديث عن الكبائر، وإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها والإثم والبغي بغير حق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. بل وصف الله تعالى القول على الله بغير علم، أي الفتاوى والأحكام والتنظيرات والاجتهادات الغير مبنية على العلم، وصفها بالكذب. فقال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فلذلك أقول لا فائدة من تنظير أو فكر أو فتوى أو ترجيح إذا كان لا يحمي الشريعة، ولا فائدة لتقدم أو حضارة إذا كانت تغيب الأخلاق والقيم. أقول ما تسمعون وأشكركم جزيلا.